أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال من الأخ إبراهيم من جدة، يقول: ما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع؟ التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وكذلك التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا هو التوسل المشروع. كذلك التوسل إلى الله بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال يونس عليه السلام. وكذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحاجته وفقره: إني مسني الضر، كما قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا هو التوسلات المشروعة الموافقة للكتاب والسنة. وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأشخاص، أن تتوسل بفلان، الشخص الفلاني، أو الولي الفلاني، أو بجاهه، أو بغير ذلك، هذا هو الممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد فيه دليل، ولأنه غلو في الشخص المتوسل به. نعم.